يا صباح الفل، احنا النهارده في حي الاسمرات، وزي ما انتم شايفين احنا مش في مجتمع عمراني عباره عن مباني، احنا زي ما احنا شايفين احنا حوالين حياه. الشباب الصغير اللي ورايا دول ان شاء الله يطلع منهم محمد صلاح تاني، ويطلع منهم لعيبه كوره هايلين جدا، علشان هم عايشين في حياه ونمط صحي للحياه. هنعمل التمارين ونشوفكم بعد التمرين ان شاء الله. رجعنا بعد التمارين، وهنتكلم النهارده عن حاجه مهمه جدا، هي الميه. هل يا جماعه انتوا بتشربوا ميه بانتظام؟ والحكايه دي اهميتها ايه اصلا؟ طبعا الميه دي من الحاجات المهمه جدا علشان بتحافظ على التوازن في البيئه الداخليه لاجسامنا. يعني الميه لو قلت بيبتدي يحصل عمليه جفاف، بيبتدي يحصل لي عمليه اجهاد، ابتدي احس بالتعب اسرع، ابتدي احس بالم في عضلاتي، ابتدي احس ببعض الحاجات الفسيولوجيه اللي هي مش مظبوطه. فمهم جدا ان انا اكون دايما بشرب ميه. اشرب ميه قد ايه؟ تقريبا 8 كوبايات في اليوم متوزعين على اليوم، تمام. وفي بعض الابلكيشنز كمان اللي بتساعدنا ان هي تفكرني ان انا اشرب ميه بانتظام. الميه تقريبا داخله في معظم تركيب اجزاء اجسامنا، يعني لو بصينا للجسم هنلاقي تقريبا اكتر من 70% من تركيب جسمنا ميه بس. والميه دي من الحاجات المهمه جدا اللي بتحافظ على سيوله الدم، وبتحافظ على ان العمليات الحيويه جوه اجسامنا تبقى ماشيه بانتظام. في مجموعه من الفيتامينات ما بتدوبش الا في الميه، يعني لازم تكون الميه موجوده بشكل جيد عشان الفيتامينات دي تقدر ان هي تتفاعل في اجسامنا، وتقدر ان هي اجسامنا تستفيد منها. لذلك الميه من الحاجات اللي في غايه الاهميه، اللي دايما احيانا احنا بنهملها، وليها علاقه كمان بالوزن، لان هي ما فيهاش سعرات حراريه، فبتبتدي ان هي تخلينا او تعوضنا عن ان احنا نستبدلها ببعض السوائل او بعض الاغذيه اللي فيها سعرات حراريه، فبالتالي كمان بتساعدنا ان احنا ما نزيدش بسرعه في الوزن. يا رب تكون كانت المعلومات مفيده النهارده، واشوفكم في حلقات جديده ان شاء الله.